جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل المصري: ما حكم من لا يصلي في الجماعة ويكتفي بالصلاة في المنزل؟ حكمه أنه تارك لواجب صلاته صحيحة مع الإثم، عليه أن يتوب إلى الله وأن يحضر الصلاة في المساجد في بيوت الله مع المسلمين، لأن التخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر علامات النفاق، من علامات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حبوا. قال الله تعالى في المنافقين: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالتخلف عن صلاة الجماعة من علامات النفاق، والمسلم لا يرضى أن يتصف صفات المنافقين، بل يتصف بصفات المؤمنين الذين يحضرون صلاة الجماعة في المساجد. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كيف المسلم يترك هذا الفضل وهذه الأجور وهذا الوعد من الله عز وجل ويصلي في بيته من غير عذر شرعي، صلي مع النساء وهو رجل عاقل صحيح الجسم، عليه أن يحب للمسجد ويصلي مع المسلمين ولا يثبطه الشيطان ويخذله الشيطان ويحرمه من هذا الأجر العظيم من الخطوات التي يمشيها للمسجد، كل خطوة حسنة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، والصلاة الواحدة عن 27 صلاة في الفضيلة والأجر. كيف المسلم يزهد بهذا الثواب العظيم ويترك واجبا أوجبه الله عليه؟ لأن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان المستطيعين. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. يروى هذا الأثر مرسلا ويروى مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يروى موقوفا ويروى مرفوعا إلى الرسول. والأصح والأصرح منه قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. نعم.